السيد محمد أحمد وهو ناشط ثوري من الإسكندرية. سيد محمد أحمد مساء الخير. في البداية أود تعليق من حضرتك نبدأ به هذا الحوار فيما يتعلق بإعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه بشكل رسمي مساء هذا اليوم. مساء الخير أخي صالح، تحية ليك وللقائمين على البرنامج وعلى جمهورك الصفوة. السيد عبد الفتاح السيسي أخيرا تنازل وتقبل مننا إن إحنا نرشحه لرئاسة الجمهورية بطريقة بقت كوميدية جدا. السيد عبد الفتاح السيسي طالب مننا إن إحنا نجري وراه علشان هو يتقبل ويتنازل ويقول والله أنا يا جماعة قبلت إني أحكمكم 6 سنين جداد. 6 سنين جداد سايب لكم من العشرة القدام ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار وديون داخلية تتخطى 7 تريليون جنيه مصري وأسعار 10 و15 ضعف السعر سنة 13 لما مسك البلد. بشكل واضح إن أنا بقول لكم إن 6 سنين اللي جايين حظهر فيهم خراب أكتر من اللي عملته فيكم خلال ال10 سنوات اللي فاتت. راجل بيفخر مننا. ولكن ما أدراك سيد محمد بأنه الرجل سيفوز في هذه الانتخابات، قد يخسر. هو مين اللي هيفوز حضرتك؟ في حضرتك اتشرفت بإني كلمتك من أقل من أسبوع وقلنا إن موضوع الشهر العقاري وال 25,000 توكيل مش هيقدر أحمد طنطاوي يوصل لهم باللي بيحصل على الأبواب، وأظن السوشيال ميديا مليانة عشرات الآلاف من الفيديوهات اللي بتظهر إن أي شخص ممكن يروح علشان يعمل توكيل في الشهر العقاري دلوقتي. أي شخص مهما كانت مكانته مهما كان عمره لا يمكن هيحصل ده. أقصى ما يتقبلوه في يوم 10 توكيلات. فلو فرضنا إن 10-15 توكيل على مستوى الجمهورية في فضل مثلا حوالي 6-7 أيام لا يمكن يصل إلى الرقم المطلوب. يعني الآن يبدو المشهد الآن اتضح، لأنه عدد من المترشحين الذين يبحثون عن توكيلات وعبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه بشكل رسمي. لكن تصريحات سيد محمد أحمد، تصريحات السيسي الأخيرة، أريد من حضرتك تعليق سريع على كل ما قاله فيما يتعلق بالترامادول وهد البلد، يعني وغرق في الأرقام وهو يحسب مع أحد مستشاريه يعني من حوله. هذه القصة لماذا أثارت كل هذا التفاعل من المصريين على صفحات التواصل؟ هو دائما بيحاول إن هو يقلد عبد الناصر وأنور السادات. عبد الناصر عمل كده سنة 52 وعمل حرق للقاهرة، لحد دلوقتي القضية دي ما تقفلتش لأن مش عارفين مين اللي قام بيها. لكن جمال عبد الناصر في أحد اللقاءات مع حسين الشافعي قال له إني أنا اللي ولعت القاهرة وصرفت على ده 4000 جنيه آنذاك، يعني في حدود 4000 جنيه دهب أو أكتر شوية. فعبد الناصر اعترف بكده، والراجل بياخد نفس المسلك بنفس الطريقة وعايز يولع البلد بنفس الطريقة. السيسي يا فيها يا خفيها. وعلى فكرة هو اللي حصل من حسني مبارك في سنة 2010 ما هو برضه كان بيطول لنفسه المدة، ومع ذلك جت لنا 2011 يعني بعدها ب3-4 شهور، وزي أنا شخصيا ما متوقع ان السيسي مش هيستمر معانا 3-4 شهور. هتنتهي الانتخابات في ديسمبر والسيسي هيكون رئيس للجمهوريه، لكن كلها ايام قليله وينتهي الموضوع ده تماما. طيب يعني لعلك تابعت ايضا تعليقه حول الطلاب والنصيحه التي وجهها، قال يمكن للطلاب الحصول على يعني مبلغ محترم او راتب محترم من خلال التبرع بالدم، انا لا ادري كيف يمكن تفسير ذلك. ده اسلوب في مصر لبقايا الترامادول والبنج والحاجات دي، لان اغلب المتعاطين ما بيكونش عندهم فلوس لشراء الحاجات دي فبيروح يبيعوا دمهم بشكل منتظم، وده شيء قائم وموجود. فهو ما عندوش ابدا اي مشكله في ان المواطن المصري يصل الى حاله الادمان علشان يقدر هو يسيسه ويقدر يحكمه بشكل جيد. فالراجل بيتكلم بشكل واضح قوي بعقليته هو، عقليته اصلا الضعيفه لانه عسكري، وعقليته الضعيفه اللي ورثها عن اسرته. راجل ضحل للغايه. طيب لكن هذا المستوى في الحديث
لا يثير نخب مصر. أين هي نخب مصر؟ أين هو الإعلام المصري؟ أين هو المجتمع المصري؟ يعني سابقا كان يحسب على الرئيس أنفاسه أيام الديمقراطية، ومن حقه ذلك بالطبع. الآن هذا المستوى الضحل كما وصفته حضرتك من التعليقات ومن التحليلات، ومع هذا يعني لا الإعلام يتحدث، لا النخب المصرية تعلق. وين النخب المصرية؟ العملية عملية لهو دلوقتي. من اللهو اللي هم بيعملوها للنخب، علشان النخب دي ما تقدرش تتكلم. حريق زي حريق مديرية أمن الإسماعيلية، ده بيخلي الناس أصلا في الحالة اللي احنا فيها تفكر بشكل أوسع شوية، إن ما بقاش المهم الانتخابات وكده، في حاجات أهم بتحصل في البلد. الحاجات دي مش صدفة، إن يحصل حريق في 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 فجر اليوم لمديرية أمن الإسماعيلية، وجنبها على طول من شهر الموضوع بتاع العريش بتاع المعسكر بتاع الامن المركزي. مات هنا عدد كبير، ومات في مديريه امن الاسماعيليه عدد مخيف، على راسهم ضابط اسمه محمد رفعت لده، ابوه كان محافظ الشرقيه، ده الوحيد اللي ذاعوا عنه علشان هو ضابط. لكن المساجين اللي كانوا موجودين في الاسماعيليه في السجن السفلي لمديريه الامن عددهم لا نعلمه، لكن بيكون ان لم يكن بالمئات فهو بالعشرات. كمان في عساكر امن مركزي بيته في المكان، المكان ولع بيهم، فالله واحد اعلم حتى الان هيزعلنا ويعرفونا مين اللي مات ومين اللي اتحرق ومين اللي خف ومين اللي خرج، ولا هيعملوا فينا زي ما عملوا في الفتره بتاعت العريش اللي هي من شهر تقريبا ولحد دلوقتي كنا بنشوف جنازات وما عندناش اسماء وما عندناش معرفه العدد كام. يعني احنا دلوقتي بنقدر نوفر فلوس من المفاعل بتاع الضبعه بالمليارات، وبنبيع بلازما او بنحوش بلازما بالمليارات. يا رجل احنا اغلب الشعب المصري الان بياكل عيش حاف، قسما بالله العظيم، وانا راجل بصحى كل يوم لعملي قبل صلاه الفجر، وانا مش اصغر من الحاج عرفات بكتير. كويس؟ الناس بتحط رغيف فوق رغيف عشان تشبع، ما بيحطوش غموض. حتى الفول والطعميه بقى اسعارهم غاليه. امبارح انا كنت بعمل لبعض العمال عندي توكيلات للاستاذ احمد طنطاوي، وانا راجع في احد محلات الفول والطعميه اكلوا عمالي وجبات فول وطعميه للفرد ب 90 جنيه مصري، بينما مرتب الاستاذ عرفات لو كان بيشتغل في الدوله مش هيكون اكتر من 100 جنيه في اليوم. يا استاذ عرفات نتقي الله في كلامنا، البلد ضايعه خالص، ولو سيادتك بتشتغل شغل تابع للدوله فانا هعذرك في اللي بتقوله، لازم تقول الكلام ده وده واجب عليك. لا لا، هو يقول بانه هذه حقيقه امام الله يذكرها. اما عن الو تفضل واصل تعليق حول النقاط الثانيه تفضل. اما عن حكايه ان احنا نتبرع بدمنا علشان البلازما والحاجات دي، طب قبل كده وكان حالنا الاقتصادي احسن من كده كانت البلازما بتوصلنا ازاي يا استاذ عرفات؟ وبعدين حكايه المفاعل النووي اللي من سنه 58 لما عبد الناصر جاب لنا صاروخين من روسيا القاهر والظافر وطاروا لحد دلوقتي ما بندوروا عليهم، وقال ده باكوره انتاج الصواريخ المصريه. كان كذاب كما يفعل عبد الفتاح السيسي من الكذب، وكما يفعل المدافعون عن عبد الفتاح السيسي. الكل كذابين بيتاجروا بآلام الفقراء والغلابه. ولست من الفقراء والغلابه، لكن قلبي بيتقطع كل يوم لما بشوف ولاد بلدي مش لاقيين اكل. احقر الاكلات فول وطعميه، الشعب مش قادر يجيبها. طب لكن يا محمد أنا ممكن اجيب لحضرتك، اسمح لي محمد، ابعت لك عربيه سواق يجيبوا حضرتك عشان افرجك الاماكن اللي انت بتقول عليها، مش عارف ابو قير ايه و7 كيلو ايه و9 كيلو ايه، ده كلام كله للتصوير سعادتك. لو كانت مشروعات عبد الفتاح السيسي بتنجح، عبد الفتاح السيسي له 10 سنين بيدير البلد. ما فيش مشروع بتاع بيض جاب لنا بيض رخيص، ما فيش مشروع بتاع السمك لما هو قال بنفسه ان الدنيس هيبقى ب 25 جنيه، الدنيس ب 460 جنيه كيلو دلوقتي. المزارع دي بتودي الخير ده فين؟ الاراضي اللي هو واخدها عبد الفتاح السيسي عشان يربي فيها الحاجات دي ويبيعها للخارج، فلوسها بتخش فين بالظبط؟ احنا عايزين نعرف عبد الفتاح السيسي بيدفع ضرائب قد ايه؟
احنا عايزين نعرف هيوصلنا لايه وليه هو متمسك بانه يفضل لغايه الوقت ما يدي فرصه لحد تاني. يا اخي احنا شعب سيء، عبد الفتاح السيسي سيبنا في حالنا، احنا شعب، هو راجل محترم خليه يمشي. احنا شعب بينكر جميل عبد الفتاح السيسي، يمشي بقى كفايه 10 سنين، كفايه كفايه قوي. يعني لك الكلمه حتى نعود لجمهورنا، تفضل. استاذ عرفات بيتكلم دلوقتي على الساعه اللي بتتقطع فيها الكهرباء، هي مش ساعه، في بعض المحافظات اكثر من ساعه. انا راجل مثلا بشتغل في اللحوم المجمده المستورده، عندي ثلاجات شغاله بالموضوع ده، هل عبد الفتاح السيسي درس الثلاجات اللي فيها بملايين الجنيه من اللحوم دي؟ الساعه ممكن تاثر على اللحمه بشكل سلبي قد ايه؟ اكيد ما يعرفش عبد الفتاح السيسي الحاجات دي، زي ما بيعرفش حاجات كتير قوي 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 قوي. ده الجزء. الجزء الثاني اخونا عرفات بيتكلم على ان اللي احنا عندنا 10 مليون لاجئ. اقسم لك بالله لولا اللاجئين السودانيين والسوريين الموجودين في مصر كان الدولار وصل 80 جنيه دلوقتي. النهارده السودانيين اللي بيجوا بيجي بيستاجر شقه في حدود 1000 دولار في الشهر، وبيصرف فلوس دولار علشان ياكل ويشرب هو واسرته. احنا ما بندفعش مليم، واذا كانوا هم 10 مليون، السعوديه فيها كم مصري؟ الامارات فيها كم مصري؟ امريكا فيها كم مصري؟ الصين نفسها فيها كم مصري؟ احنا اللي موجودين عندنا مننا احنا من الشعب المصري في الدول الثانيه عشرات الاضعاف للعشر ملايين. الكلام الغير صادق اللي قاله اخونا عرفات. يا استاذ عرفات اتق الله في كلامك، وما تخليش كل كلامك وهمي، زي ما قلت ان الناس كانت في رابعه ماسكه سلاح وانا تحديت ذلك، والاستاذ عرفات ما قدرش ومش هيقدر يجيب صوره واحده للناس دي. وانا على استعداد تمام لاستضافته عندي في الاسكندريه اسبوع فول بورد في فندق 5 نجوم، واوري له الحاجات اللي هو بيقول عليها ان كانت دي واقعه او خيال للتصوير فقط. احنا عايشين حياه وحياه موازيه ثانيه. انا وانت في البلد نقدر نشوف الحياه الموازيه، لكن الحياه اللي بيتكلموا عليها في الاعلام وبيصورها عبد الفتاح السيسي دي حياه مش موجوده. لم تعلق على قصه الشقق التي ما بناها السيسي في نصف دقيقه لو تكرمت. يا فندم معلش قول لي ثاني. لا هو تحدث عن شقق، قال السيسي بنى شقق لآلاف المصريين، لا أدري حقيقة أم كلام وهمي أيضا. تعليق يجي الفاضل في مجموعة شقق اتعملت عندنا في منطقة في المتراس، شقق حقيرة جدا، أخذ من الناس شقق بتاعتهم تمليك وادالهم بعضهم مش كلهم كمان، بعض الشقق في المكان ده إيجار يدفعوا إيجاره رغم إن هو خد منهم شققهم تمليك. اما عن ال 2 مليون فدان احنا ما عندناش اصلا ميه نزرع بيها الارض الموجوده، مصر تقلص فيها عدد الاسدنه من 8.5 مليون فدان الى 7.5 مليون فدان، وفي طريق التقلص لبقيه الفدادين الموجوده، والدليل على ذلك ان سعر البصل اللي كان من سنه واحده ثمنه 3 جنيه دلوقتي ب 36 جنيه، وبقيه الخضار لو سردت لحضرتك اسعاره بقت مرعبه مخيفه حتى للغني. شكرا لك محمد أحمد الناشط الثوري، كنت معنا من الإسكندرية، شكرا جزيلا لك.